الشعبية كوداي، مغربي، جنسية مغربية، الأصول ملالية، بنسمني ملال. كنخدم خبيرة تجميل ميك أب أرتيست، وقريت مهندسة ديكور وما كملتش، وتلقبت بهذا الجمال، ملكة الجمال، في 2013. كان تتويجي في لبنان لأن المؤتمر تقام في لبنان، وحضرت السفارة المغربية وممثل السفارة المغربية والقنصل المغربي، وتتوج ملكة جمال. وكنت كثير مبسوطة وفرحانة في هذا النهار هذا، اللي ما كنتش كنتظر بأن غادي نفوز بهذا اللقب. ومني فزت فيه كنت بزاف مبسوطة وفرحانة. كانت منافسات بزاف، ماشي لأن احنا كنا 250 بنت واختاروا 10 البنات، ومن 10 البنات اختاروني أنا. طبعا اكيد كانت صغيره، كانت منافسه قويه جدا، مي خصك تكوني تقدري تكوني قويه قدام مدينه الداخله. انا تعرض عليا في بني ملال لان اول جورنا ننزل من المغرب هو قصب التادله، وتعرض عليا بان غادي ندير واحد الحفل في بني ملال اللي هي بلادي، وما درتش فيها ودرت في الداخله. واول ما لان هذه المدينه اساسا مدينه مغربيه، ما كنتش كنفكر ان يوم من الايام نجي للداخله. ومني جيت لهذه المدينه هذه عجبتني، ناسها طيبين وناسها بسطاء جدا، والداخله كنسمعوا حنا الداخله كنسحبوا داخله صحراء، مي زعما ما فيها والو. فجيت للداخله عبر جزيره، هذه المدينة تقدات إن شاء الله، ودرنا يدينا في بعضياتنا مع يدين المغاربة كاملين. عاد تكون هذه الجزيرة مزيانة بزاف وفيها ما يتشاف، وكنطلب من كل مغربي يزور هذه المدينة. تعرض عليا، جاني عروض بزاف مني خديت تتوج ملكة جمال المغرب العربي. جاني عرض مسلسلات خليجية، جاني مسلسلات سورية، جاني أنا كيتعرض يعني كشي اللي نبغي. دخلت ندخل في الميديا، ندخل في كمذيعة كإعلامية، باش ندخل في الغناء ولا هذا الشيء. ماشي المغرب والناس الداخله، كنت اول شيء الناس الداخله كنشكرهم بزاف على هذا الاستقبال. وانا دابا في اوطيل باب البحر، وجلست فيه من بعد ساليت الخدمه وهذا المؤتمر هذا ديال جمعيه ريان للسرطان. ومني ساليت هذه الخدمه هذه، جيت جلست في اوطيل باب البحر يومين، ارتحيت البلاصه. انا كنت عادي نرجع لكازا، عادي نسافر واحد يومين مراكش. مني شفت هاد الداخله تبارك الله عجبتني، والجو ديالها غزال وناسها مزيانين. زدت يومين وجلست في الداخله، وكنتمنى ان شاء الله نقدم. كنشكر موقع الداخله 24، وكنشكر الداخله، وكنشكر ناس الداخله كلهم.